الله، ايه الحكايه؟ وايه اللي لم ده على ده؟ وده مين وليه وفين؟ ورايه ايه؟ الله. المبلغ اهو 150,000 جنيه بالتمام والكمال، والمقابل، المقابل تند التقرير ده. انا مجهز لك كل حاجه، اتفضل اقرا. كمان مش تبطل بقى الحركات دي. حركات ايه؟ احنا دلوقتي بنلعب على المكشوف. كمان عاملني مش عارف تقرا. فاستهل. انما انت يعني الظاهر عليك بتشتغل في المخدرات على واسع. انت مالك بقى؟ طب انا لما اقدم التقرير ده للاداره بتاعتي تفتكر يعني الشبهات هتروح منك؟ اهو على الاقل هتسكتهم عني شهور ولا سنه، وانا مش عايز اكتر من كده. انا الكلام كتر عليا، وانا عايز اريح الحكومه. لا كتر خيرك، على الاقل ياخدوا بالهم من الفلان. بيقول لك مره واحد الفار لعب في عبه رسم على صدره قطه. حلوه. مش قلت لك دمك خفيف؟ ايوه انا عارف. اتفضل اقعد. امضي. امضي فين؟ هنا اهو. طب ما ابطوا محسن. عليكوا حركات يا بتوع البوليس. ده امضي. ده نبش فراخ. ايه نبش فراخ دي؟ انت بتتريق على امضه الحكومه؟ لا لا لا، ما اقصدش يعني. على فين؟ همشي. ودي تيجي. هلا انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ افرض انك انت خدت المبلغ وما وديتش التقرير. خلاص احلف لك. لا 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 لا، لا تحلف لي ولا احلف لك. ما هو مش معقول كمان تيجي معايا. لا، في حل تاني. ايه هو؟ هقول لك. تسجل لي هنا اعتراف تقول فيه انا الضابط فلان الفلاني، أقر وأعترف إني خدت من فايق بيه عايش مبلغ 150,000 جنيه رشوة. طب وليه كده؟ أضمن حقي. إنما ما تخافش، أنا مش حظهره إلا إذا خنتلي. ما بلاش، ده شرطي الأساسي. أمري لله. انا حسنين البرتوشي اهدي تحياتي الى 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 اقاربي في خربتها بحيره. إيه؟ والى امي والى اخواتي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا الضابط حسنين البرتوشي اقر واعترف انني اخذت من فايق بيه عايش مبلغ وقدره 150,000 جنيه رشوه، وهذه اعتراف مني بذلك. على فين؟ همشي. والتقرير؟ تودي التقرير دلوقتي حالا. السلام عليكم. Thank you.
الله. مديرية الأمن وحياد. ممكن اشيل الشنطه دي عندك خمس دقايق وحياه ابوك؟ ايه؟ فيها فلله. تشكر يا اخوي. انت مش قلت اخر مره انك مش بتاع جواز والكلام اللي انت قلته ده؟ انسى اللي فات، انا كنت بعمل ده لمصلحتي. احنا بعد الجواز هنسافر اي بلد، الاسماعيليه، السويس، بورسعيد، وهفتح محل اجهزه كهربائيه والعيش تعيش عايد. انا مش فاهمه حاجه. مش مهم تفهمي، المهم تعرفي ان انا لما قلت لك ان انا مش بتاع جواز كنت بحبك، ولما بقول لك دلوقتي نتجوز برضه عشان بحبك. ايه ده بقى؟ ده خشبه حبشي. انت خشبه عمري. انا خشبه؟ بلاش، ما تزعليش، انت عصايه، انت زعزوعه عمري. انا زه. هو كده بحكي يا شيخ، منعول قوي الدنيا، لابو المغفلين. ولا اقول لك بلاش نشتم المغفلين، احسن دول اصحاب فضل علينا. ده حسنين يا بابا، اتفضل. حسنين؟ انتوا مش كنتوا هنكتب الكتاب ونعمل الفرح امتى يا عم؟ لا بقى، انا مش فاهم حاجه، مش مهم تفهم، نعمل الفرح وبعدين ابقى افهم. هنستكم دلوقتي، هخلص شهر متعلقات واجي لكم على طول. انت مش هتاكل معانا؟ يلا هناكل، يلا هناكل يا عيني. النبي ولو ان اللي زيكم ما يتجمعوش الا في جهنم. الله 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 الله، ايه الدخل دي؟ انا جاي اقول لكم اشوف وشكم بخير، قصدي يعني ده هي اللي تورينا وشوشكم بعد كده. ما تقف عوج وتتكلم عادي. لا لا، انت تخرس خالص، تخرس خالص يا غبي. انا جاي اقول لكم انا ماشي، مش هشتغل معاكم تاني. تاني هترجع تقول الكلام ده؟ المرة دي تبقى نصوحة هاموش، وحسكم عينكم هشوف حد فيكم في أي حتة، ونفسي دلوقتي حد يبربش لي بس بعينيه. الله. ده أنت طايح أوي 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 يا غبي، وأي كلب فيكم هيتعرض لي هقطع خبره. الواد ده لازم يترن على. أنت ما تقدرش يا هاموش الكلب. لا هقدر. ما تقدرش. خلاص يا معنانا، خلاص. عايز يمشي عشان ما تغصبش عليه. تعجبني يا غبي. ايوه بقى، التهية اللي قفلت معايا. سلام عليكم، ولو ان اللي زيكم ما يستاهلوش السلام، عشان انتوا كلاب. انا كلب؟ يا خساره، النموذج اللي انا عملته باظ. نفسي اقابل حد فيكم ولو صدفه هقطع خبره. جابكوا ده الميه لما تتجقر تحت منكم. ايه يا جدعان؟ هنسيبه كده يمشي؟ اجري ورايا يا عزيز عطار، ما تخلوش غيبه عن عينك، جري. امرك يا معلمة. الواد ده اكيد لقاله سي 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 تانية. ولو قفلنا عليه سي 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 تانية هيرجع لنا زي الكلب ورجليه فوق رقبته. ايه هي السكه التانيه بقى؟ انا هقول لكم عليها. الواد ده مش هسيبه وانا اللي هقطره. يكون في حلمكم. الواد ده اذا ما رجعش لازم نخلص عليه.
لازم نقتله. نقتله؟ طبعا، لان لو ما عملناش كده الكل هيقلدوا بعد ما علمناهم. ويمشوا ونشحت احنا. فعلا لازم نحافظ على مملكة الشحاتين. اي مملكة لازم تحارب وتقتل في سبيل بقاها. او انا في سبيل بقاها. انت مسقف انت على النعمة انت خسارة فينا يا جدع. يكون في علمك يا استاذ جمعة، لازم تحضر لنا واحد تاني لان المكان ده سوق. صاحبنا الاولاني ضروري يا ريت بعد كل اللي دفعناه يبعتوا واحد تاني يراقبنا. عارف وصاينك. انا اللي ضحكت انت عليه. احنا اللي ربينا وكبرنا وصرفنا وانت جاي هتجهز عليك. تقطفها. تقطف ايه؟ تقطف. انا مش فاهم حاجه. عايز تقطف احلى زهره عندنا في حياتنا يا بيه. اغلى راجل عندنا عايش في الهفوه بيه. يا تتكلم بوضوح يا اتفضل اطلع بره. بره مين؟ بره مين يا بيه؟ انا بس بره مين يا بيه؟ سيبه يا حامد. سيبه يا حامد. سيبه يا حامد. ايه يا بيه؟ يا بيه انت خدت الشحات بتاعنا مننا ليه يا بيه؟ يعني ما لقيتش الا هو. شحات مين يا جدع انت؟ حساسه سنين يا بيه اللي كان بيقف دايما قدام اللوكانده. الشحات الشيك ولا مؤاخذه؟ انا مش فاهم انت بتتكلم على ايه؟ يا بيه بلاش نلف وندور على بعض وشغل حوريني يا طيطة. انا شايف كل حاجه بنفسي. يا بيه الراجل اللي ربناه واتقناه وعلمناه وخليناه احلى شحات عندنا تيجي انت تاخده مننا سفلاه. انت عايز تقول ان الراجل اللي كان واقف تحت ده بيشتغل شحات عندكم؟ ايوه يا بيه. طب واللي واقف دلوقتي ده ايه؟ زهرات سكرتة موقفينه بدل حساسه سنين. بس حساسه سنين استاذ يا استاذ. وانتوا بتشغلوه بصفاتكم ايه؟ احكي له يا اخي احكي له يا حامد. انا هقول لك كل حاجه سعاده البيت. انا عايز فرح يا عمي عمر الحته دي ما شافته. وايه لازمتها بس المصاريف دي يا ابني؟ لازمتها ايه المصاريف؟ دي ليله واحده في العمر يا عم. ايوه النبي يا ابني عندك حق. مش كده؟ دي ليلة واحدة في العمر. ليلة واحدة في العمر ايه يا ماما؟ فلوس هتصرف ملهاش اي لزوم. يا بنتي يا بنتي لازم نعمل فرح يليق بمقام اسم الله عليه. واسم الله عليه مش هكسفك. ايوه يا ابني فرح يليق بمركزك. حلوة مركزك دي. يا نهار ازرق لو كانت عرفت مركزي الحقيقي. الحمد لله ربنا ستر. انا خايف يا سعاده البيه لاكون مساله الشحاتين دي مقلب مدبره البوليس. ما افتكرش. على كل حال احنا هنشتري مش هنبيع. كل حاجه هتبان. بس لو كان ده حقيقي يبقى الواد ده اداني مقلب ما خدتوش في حياتي. ما هو مش معقول يكون كل ده اونطه. اه اهلا يا سعاده البيه. اهلا 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 اهل
اتفضل اتفضل بيتك ومطرحك. اتفضل انت الاول. اهلا وسهلا. حامد انا هنا يا سعاده البيه. هنا مين؟ هنا مين يا جدع؟ خش اتفضل. لا انا استنى هنا. اهلا يا بيه. اتفضل. اهلا وسهلا. بتعمل ايه هنا يا فندم انت؟ انا مستني ساعات البيت. بمين وبتاع مين؟ احنا ما عندناش هنا بهوات. انا عندي بيت جوه عندكم. اخينا ده اداني مقلب جامد وضحك عليا. يا بنت ضحك عليك. احنا ادانا خبور، يعني احنا الاثنين اصحاب مصلحه واحده. على كل حال يا بيه احنا ناويين نخلص عليه. وفرح وبكره. وبيقولوا عامل فرح انتك فرح ما حصلش في مصر لسه. بفلوسي. بفلوسك؟ وشاط منك كتير يا بيه. 150,000 جنيه. 150,000 جنيه؟ 50,000؟ لو جبتهم لي هديكوا 50,000 جنيه. احنا جاهزين يا بيه. اجهزوا بكره يا ولاد. احنا عايزين نطلب الفرح فوق دماغه. دعيتك على ايدينا يا حسنين الكلب. مبروك يا جميل. الله يخليك يا خليل يا امير. اسكت تقول لنا عشان نيجي نفرح معاك. تفرحوا بفلوسي مش كده؟ عمل لي ضابط بوليس يا حرامي. العيب يا بيه كده ما صح. اخرس. لا لا عيب عيب يا بيه، ما تقولش عليه حرامي مش كده. ده راجل شحات محترم. بس يا خليل بس يا اخوي. ليه يا الاموره ما تعرفش انك انت شحات؟ هي مهنه الشحاته وحشه ولا ايه؟ انت زي ما قلت لهاش انك انت متشوه. بس يا خليل انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين ال 150,000 جنيه بالتمام والكمال. ده بقى غير حسابنا احنا. احنا طيب بكره نتفاهم. مفيش بكره، دلوقتي حالا. طب واذا ما جبتهمش؟ رقبتك حطير والفرح هيتهد. بتتفضلوا تستريحوا يا بهوات. لا لا معلش احنا اصلنا صحاب قوي. الله الله مش تعرفني باصحابك يا ابني. هتعرفهم بينا معنانا. دول اصحابي قوي اصحابي قوي يا عمي. دول استيراد وتصدير معايا. تصدير. شحاته معلبه. نعم شحاته معلبه. حوش اسأل حوش يا عم يا بندهولك هناك. طب بعد اذنكم. جاي هو. قلت ايه مش عايزين نضيع وقت. اشارة واحدة وكله ينتهي. هقول لك في الصباحية. مين دول يا حسنين؟ في الصباحية هقول لك. انا سيبوا ابراهيم دلوقتي
الصباحية هبقولك. مش تفهمني بس انت بتتبقى. انا مش قايم تاني بقى. احسن. انا الحمد لله قاعد. هو في ايه يا حسنين؟ الصباحية هبقولك. ايه اللي في ايدك ده يا حبيبي؟ مش عارف انا لقيتها بايدي. وريني. اتفضل. ايه ده يا حسن ايه؟ الصباحية هبقول لك. حسن ايه؟ صلى على النبي، صلى على النبي. طبعا هو في ايه؟ الصباحيه حبقول فين؟ الصباحيه ماما كتوا حبيبي غبي يا موسى تعال 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 امسكوهم. أنا ماليش دعوة، دول شحاتين مع بعض. وقعت يا صفايق، كل اللي أنت عملته مع حسنين كان متراقب، وإحنا سهلنا لك المأمورية وإدينا لك الدوسيه اللي أقنعك إنه ظابط. يعني حسنين مرشد؟ ادي الحكومة 150 ألف جنيه يا غبي. ده أنت اللي غبي، ده أنا خدت 50 ألف جنيه مكافأة من الحكومة. حلالي. تعالي يا حلالي. طب بس مين دول يا حسنين؟ بعد ما نخلف عيال هبقولك. هدي بوسي زي بتوع السيم. Yeah.
الشنطة؟ ايه دي الشنطة؟ طمنت على اللي فيها. أمرك يا باشا. جيت لك ولوحدي يا خيري. أهلا بيك يا باشا. التانيين حالة قاسم وكل واحد ياخد حقه. فلوسي تاني. الله، انت ناسي ان ابو الهانم مرات الباشا مليونير قد الدنيا وواجب ان هو يدفع عشان حياة بنته. وده هيحصل ازاي؟ ما حصل يا خفيف، وكلها كام ساعة والبيع هيشرف بشنطته. لا، انا اخد نصيبي بالفلوس دي واتكل على الله وكفاية لحد كده. خايف؟ مرعوب. ادوني نصيبي وانا هطلع التوا في اي حتة. غالي والطلب رخيص. نصيبك في الحفظ والصون. عينهولك من زمان. هتجيبني يا خيري؟ اللي يخاف ملوش مكان بينا. قوم تقتله. مالك كمان خايف؟ يلا قتلني. انت حاجه ثانيه، ما تشبهش نفسك بيه. كنت عارف كويس قوي ان انا ما استغناش عنك. احنا الاثنين طلعنا من تحت الارض زي الدول وعشناها بالطول والعرض، بس انا خلاص تعبت. انا بقيت اضعف من بدوي 1000 مره، وعمالين نقتل في بعض عشان ايه؟ الفلوس! حقنا رشاد، ودلوقتي الفلوس اللي معانا هتتقسم على 2 بدل 3، انا وانت وبس ولا حد تلاتنا. هنضرب لنا بزبورين مبلولين ونكت على بره. طول عمرك غدار يا خيري، بس يا ويلك لو غدرت بيا. أنا في الجبهة. ازيك يا عطو؟ ايه اللي رماك علينا؟ مزنوق في حتة سلاح؟ لا، جواز سفر مبلول، بضاعة مسروقة عايز نتصرف فيها. أنا عايز صاحب الجواز المبلول ده. قصدك مين؟ خيري؟ جبت المفيد. ابعدنا عن خيري، ده واد ابن حرام. ما هو تربيتك، الاقيه فين؟ انسى خيري، ما انتش قده. خيري فين عطوة؟ وعلي اللي هتطلبه حدهولك، وانت عارف كلمتي كويس. عاسس ورا البت نعمة. بت مين؟ نعمة الرقاصة.
ودي العيال فين؟ وادك هو معانا. ما تخافش يا سحانه، انا عارف شكلها كويس. فتح عينك كويس، انا هخش عقل المايه جوه، وهي لو خرجت تقطرها تعرف راحت فين وتجيني. هنا يا سحانه. الخير يا فندم. عايز اجدع ترابيزه. لكام نفر يا فندم؟ 10. وهم فين يا فندم؟ ما حبيتش اجيبهم معايا، دمهم تقيل ما بحبش اخسر معاهم. انا اسف وشرفت يا فندم. هجم عليا وانا برقص في المحل وراسه وقلب في سيف لا يعرف فين مكانه. من امتى الكلام ده؟ من 10 دقايق وسايباه في ايدين رجاله المحل. اوعي يكون قطرك. هيقتلني ازاي وانا سايباه بيتخانق مع رجاله المحل؟ وانت عارفهم الجن الازرق ما يخلصش من ايديهم. يبقى لازم نسيب البيت ده حالا. وهنروح فين دلوقتي يا ابو مخ ضرب؟ الشارع مالهاش رجال. اسمع، طلع الرجاله بره وخليهم يفتحوا عليهم والصباح صباح. واحنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالي وانا اقول لك. رجع رجلك اشوف بنتي.
يا خيري يا غمادي واخت الشيطان ما فيش وقت. مستحيل لسه بشوف بنتي. يا خيري البنت بخير، انا لسه سامع صوتها بالتليفون. انا هروح اديهم الفلوس وارجع بيها على طول. ويا طماني مش ممكن تستخسر فيها فلوس وما تروحش. انا هستخسر نص مليون جنيه في مدي ام مخي طايح واسيبهم يقتلوها. انا مش دعوه جايه معاك ارجع عايزك اشوف بنتي. انا عارف ما خطفوكيش انت ليه. شريف ايوه انا خايفه. ما تخافيش طول ما انا جنبك. وانت في ايدك ايه؟ ما انت متكتف اهو. طب اسكتي بقى، سيبيني افكر في المصيبه اللي احنا فيها دي. هو انا مش عارفه اكلمك هنا في البيت ولا انا كمان. من هنا روح لازم. طب روح انت جمعه وما تقعدش بعد الساعه ببلغ البوليس. سحن تقلقش علي، يلا روح. انا خايفه قوي وقلبي في رجليا. ليه انت مش زهقتي منه؟ بس ده باين عليه لبط ومش سهل. مفيش مخلوق يقدر يهوب هنا. ولاد عمي في كل حته وسلاح في ايديهم. اللي هيخطي برجله في العزبه هيتدفن فيها. امتى الكابوس ده يتزاح بقى؟ كلها كام ساعه وهنكون في السويس. هناخد المركب على اليونان ومعانا الفلوس. هنغنغي كنعمه. هنعيش بقى يا بت. ورشاد وصابت ومراته. اترحمي عليهم، ما هي لا مؤاخذه الرحمه تجوز على الحي والميت. انا خايفه يا موسى. قلت لك اقعدي في البيت، ما سمعتيش كلام. وطي صوتك. بقول لك ايه، مش كنا قلنا لشريف حاجه؟ ما تجيبليش سيره شريف، بتشائم. اتأخرت ليه؟ هي اللي عطلتني. تطلع مين بسلامتها؟ دي من مراته. خيري مش منبه عليك تيجي لوحدك؟ هي اللي شمطت فيا. خد منهم شنطه الفلوس وفتشها. موسى موسى حوشه. انا ما تتعبش نفسك، انا هديهولك اهو. اتفضل تفضل كل اللي انت عايزه. الله هاتي دول. حاضر. الحرامي الحرامي موسى الحرامي. انا مش عارف الجدع ده بيطلع لي منين وانت بتجيلي منين. انتوا ايه اللي جابكم من الاساس؟ ما قعدتوش في البيت ليه لغايه بنتكم هترجع لكم؟ موسى انا هيغمى عليا. فوق يا ولاد دلوقتي. حاضر. اي حاسب يا شريف. معلش يا عبله استعملي شوي. اصل دي اول مرة احس فيها انك جنبي حتى ولو غصب عنك. لو كنت اعرف كده كنت جبت لك حبل من زمان وكتفتك. حبل يا حبيبتي اتجننتي. انتوا لابسين فيا كده ليه؟ ما تترسوا في اي حاجه لغايه البيت ما ترجع لهم. ارجوك يا حلا في البيت ما تسيبناش لوحدينا. يا وليه يا وليه سيبينا الله يخرب بيتك ده وقته. والله ما انا سائل فيكم، خليكم مرزيين كده. انتوا عاجبين بتهببوا ايه عندكم؟ مش سامعين اللي بيحصل بره؟ اجي شوف في ايه؟ ما تتنعش! هقول يا رجاله، انا في هنا، كل واحد يروح من ناحيه. لا مؤاخذه يا باشا. استأذنك شوية في المدام عن إذنك. لا لا شريف قدامي 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 ما تعطلنيش قدامي. بقول لك إيه؟ بقول لك قدامي وأنت ساكتة لحد فينك مطرح ما أنت واقفة. هنروح بيها على فين بقى؟ هنهرب بيها من الباب اللي وراني قدامي. على فين يا خيري؟ ناوي تهرب؟ عايز تغدر بيا أنا كمان وتسيبني القضايا؟ انا اغدر بيك يا رشاد، ده انت اخويا.
احنا الاثنين متعلقين في عرقوب واحد. اخص عليك يا رشاد، انا اغدر بيك. يا ابن المجنونة، كان ممكن الرصاصة دي تيجي فيها تجيب أجلي. ما تخافش يا باشا، أنا كنت بطل معايا في الجيش، مراتك فين؟ خدها خيري من شوية. تعال نلحقها قبل ما يعمل فيها حاجة. امشي نجرب. اسمع، لف أنت من هنا وأنا هلف قبلك من الناحية التانية، وباخد بالك من نفسك، مش كل مرة ما لحقوش عنك. يلا اتحرك ما تنعش. يا ابني مش من هنا، من هنا. قومي. قومي سيبني بقى. اسيبك؟ ده انت جواز سفري في وسطيهم. قومي قومي. ما قلت لك خلي بالك من نفسك يا باشا. شكرا يا حبيبي، انقذت حياتي مرتين. عشان يطمر بس. أنا هطلع من هنا. ماشي. لو نطقت بكلمة مش هتلحقي تكمليها. مفهوم؟ وانت بتعملوا ايه؟ احنا اداب. يلا على البوكس. الفرصة لسه قدامنا، بينا نهرب قبل فوات الأوان. ودم دوعة واللي عملته في أخويا أحمد. الحي يبقى من الميت يا أباها. أنت ميت ميت يا خيري. ايه يا حنفي؟ قول اشوف وشك بخير يا باشا. اطمن، انا قدمت تقرير للوزاره وان شاء الله يخففوا عنك الحكم. هطمن عليك واجي ازورك كل اسبوع. عايزين نقوم معاكم بواجب. طيب ما تفضلوا معانا تشربوا حاجه. خلي بالك من نفسك يا حنفي، مش عايز اي حاجه. ربنا يخليكي. خدي بالك من الباشا، بيحبك. هو نازل صحيح، ها؟ انما ابن حلال وطيب قوي قوي قوي. مع السلامة يا حبيبي. إن شاء الله بعد ما أخرج عايزين نبقى نكمل كلامنا. تعالي.
تجرب. بتقول لها ايه؟ الواحد ما يعرفش يتكلم كلمتين وانت موجود. انت جبتوه معاكوا ليه؟ شوفوا شوفوا خير. شريف شريف تقبض على الحرامي ده، سرع مني شهادة الفلوس اللي كنت حبي بيها عقدك. انت بتقول ايه؟ انا شفته بعيني وانا عامله مغمى عليا وهو بياخد الشنطه. شنطه فلوس تاني يا حنفي. حنفي فين شنطه حنفي؟ شنطه ايه يا باشا؟ شنطه الفلوس بتاعت حمايه. خدها بيكوا يا باشا في الحفظ والصور. في انهي حته يا حنفي؟ لما اهرب هبقى اقول لك يا باشا.